السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة كوكوي ديجا. اليوم إن شاء الله غنقدم لكم الكيك الإيطالي الرائع الرائع جدا بالكريمة الحامض. غادي تقدموا لكم البنت ديالي إن شاء الله، كيجي رائع ومذاقه لذيذ بزاف. نتمنى تجربوه ويعجبكم، وإذا عجبكم تشاركوا في القناة ديالي وديروا لايك وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. بالنسبه للمقادير ديال الكريمه، غادي نحتاجو نصف لتر ديال الحليب، 100 غرام ديال السكر، 60 غرام ديال الدقيق. عندي هنايا عصير نصف حامضه، زيت ديال الحامضه، صفار ديال البيضه، ومعلقه صغيره ديال بودره الفاني. نجيبو في كاسرول، غادي نحطو كاع المكونات ديالنا، ومن بعد غادي نخلطوهم بالخلاط الكهربائي. خلطنا كاع المكونات، كندوزوها على نار مهيله مع التحريك المستمر حتى كتعقد لينا الكريمه ديالنا. هنا بعد ما عقد لينا الخليط حتى كيولي على هذا الشكل هذا، كنطفيو عليه النار ونخليوه يبرد جانبا. بالنسبه للمكونات، عجين الكيك غادي نحتاجو 300 غرام ديال الدقيق، 150 غرام ديال السكر، سكر فانيلا، 100 ملي ديال الحليب، 120 ملي ديال الزيت، عصير نصف حامضه، زيت ديال الحامضه، جوج خمارات، 4 البيضات. بعد ما خلطت العجينه ديالي هكا كتولي لا تيكستور ديالها كتجي شويه ثقيله. وديجا وجدت هنا واحد المول القطر ديالو 23، ممكن نتوما تستعملوا حتى ديال 20 سنتيمتر، ماشي مشكل. صافي، غادي نكبوا هاد الكيكه هادي في المول. ومن بعد كنجيبو هاد الكريمه هادي بعد ما كتكون بردات واحد شويه، وكنصبوها فوق هاد العجينه ديال
الكيك. ومن بعد كندخلوا الكيك من الفرن على درجه حراره 180، ومني كطيب لينا من التحت وكتبان طلعات كنطلعوها شويه من الفوق حتى كتحمر وكنخرجوها ونقدموها لكم ان شاء الله. بعد ما دازت 45 دقيقه خرجناها من الفران، وغادي نخليها المده ديال الليله كامله في الثلاجه. ممكن نتوما الا كنتو مزروبين تخليوها 4 ديال السوايع، راها كافيه باش تجمد ديك الكريمه اللي فيها لداخل. وهاي هنايا بعد ما خليناها ليله كامله باتت في الثلاجه، ودابا غادي نزينوها بسكر كلاصي. ودابا غادي نقطع معكم واحد المورسو باش تشوفوها كيفاش كتجي من الداخل. كما كتشوفوا معايا كتجي بحال هكا غزاله، كتجي لا كريم من الوسط. ها هي بالصحه والراحه.